اكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ان مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمه الاداريه الجديده يعد ايقونه العمران الحديث في مصر الذي صمم بايد مصريه وفقا لمعايير عالميه تم انجازه في وقت قياسي وفي كلمته بالجلسه العامه لمجلس النواب اكد المستشار دكتور حنفي جبالي ان اجتماع المجلس بالعاصمه الاداريه الجديده ياتي ضمن مراحل الانتقال التدريجي وصولا الى مرحله الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءه عمل جميع الانظمه وكذلك البنيه المعلوماتيه لكل اجهزه المجلس نستانف اليوم جلسات مجلسنا الموقر وبكل فخر من تحت قبه مجلس النواب المصري بالعاصمه الاداريه الجديده ذلك المبنى الذي وصف عن حق انه ايقونه العمران الحديث في مصر والذي صمم بايد مصريه وفقا لمعايير عالميه وتم انجازه في وقت قياسي وهذا ليس بجديد على ابناء مصر الاوفياء ومن حسن الطالع ان يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمه الاداريه كمكانته دوما في قلب كل مواطن مصري وياتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزا لحاضر ومستقبل مصر المتمدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الدالي في جميع ارجاء العالم